يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية وقال ينبغي للولي أن يتخلق بأخلاق الله ويتصف بصفات الله، فإذا كان كذلك أطلعه الله على أسرار خلقه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية، والرجل هذا يمكن صوفي يجيب مما عنده. نعم. الله ما يطلع على خفايا ما عنده إلا بعض المرسلين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. كيف يطلع هذا المسكين على ما عنده سبحانه؟ هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.